السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنقول لاولادنا عن اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله البر. البر هو فاعل الخير هو فاعل البر والاحسان، الذي يحسن على السائلين بحسن عطائه، ويتفضل على العابدين بجزيل جزاؤه، ولا يقطع احسانا بسبب العصيان، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح. قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، سورة الطور الآية 28. الحديث عن النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاسم، فقال: البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه أحمد. تمام. اسم الله البر. هنقول دلوقتي قصة عن البار الصغير توضح أكتر معنى الاسم لولادنا. يستيقظ حامد كل صباح بصعوبة، وأما أن يستيقظ حتى يظل يتاوب في كسل، وتحاول أمه جاهدة إقناعه بالذهاب إلى المدرسة، وعند عودته تطلب منه أمه أن يجلس بجوارها لتذاكر له دروسه، فيعترض حامد كالعادة، وعندما تطلب منه أن يشتري لها بعض المتطلبات يتعلل بأنه تعبان، يقعد يقول لها أنا تعبان مش هجيب حاجة كده. وهكذا كان حامد دوما لا يطيع أمه في شيء، ما كانش بيسمع كلام مامته في أي حاجة. وذات يوم دخل معلم التربية الدينية الفصل، وكانت الحصة عن طاعة الوالدين، وبدأ حديث المعلم يجذب حامد بعدما سمع لأول مرة أن طاعة الوالدين تأتي مباشرة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. شعر حامد بأن المعلم أيقظه، وبدأ يشعر بتأنيب الضمير. ومع مرور الأيام بدأ حامد يتغير شيئا فشيئا، أنه يلبي أي طلب تطلبه منه أمه أو يطلبه منه أبوه. ولذا فرحت الأم كثيرا وأطلقت عليه اسما جميلا يليق به، أطلقت عليه اسم البار الصغير. كان حامد مش بيسمع كلام مامته خالص، وكانت كل ما تطلب منه حاجة ما بيرضاش يعملها، ويقعد يقول لها أنا تعبان مش قادر كده. ففي يوم من الأيام دخل مدرس الدين أو مدرس التربية الدينية الفصل، وكان الدرس عن طاعة الوالدين أو بر الوالدين، وقال إن طاعة الوالدين بتأتي على طول بعد طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ حامد يزعل من نفسه ويحس بتأنيب الضمير، إن هو ما كانش بيسمع كلام مامته وكان بيقعد يضايقها، فبدأ يتغير شيئا فشيئا ويسمع كلام مامته وباباه في كل حاجة. تمام. وعشان كده مامته أطلقت عليه البار الصغير، ده اسم الله البر. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.